ينضم إلينا من ريف إدلب مراسلنا إبراهيم سويد. مرحبا بك إبراهيم. بداية، ما هي المناطق التي طالها قصف النظام مؤخرا في ريف إدلب؟ نعم، أهلا بك يا عمار، تحياتي لك وللسادة المشاهدين قناة حلب اليوم الفضائية. نعم، شهدت ريف إدلب بالأمس قصف جوي وقصف مدفعي على عدة مناطق في ريف إدلب الغربي، وتحديدا في مناطق جبل الزاوية أيضا، في حين ألقى طيران المروحي براميل متفجرة على قريتي الناجية والكندة بريف جسر الشغور بالريف الغربي، في حين شن الطيران الحربي غارات جوية أيضا على بلدات الرامي والمزرة وأرم الجوز في جبل الزاوية. طبعا أدت هذه الغارات إلى سقوط طفل شهيد في قرية الموزرة، بالإضافة إلى بعض الجرحى في نفس القرية. طبعا يعني منذ تقريبا يومين تشهد ريف إدلب غارات جوية متقطعة تكون معظمها من الطائرات التابعة لنظام الأسد. طيب إبراهيم، بالانتقال إلى الأوضاع الأمنية في إدلب وحماة، كيف بدت اليوم مع ورود أنباء عن انفجار عبوة ناسفة وحالات اغتيال؟ نعم، يعني اليوم تشهد محافظة إدلب بالإضافة إلى القصف الجوي طبعا بالأمس، تشهد محافظة إدلب على عموم المحافظة فلتانا أمنيا. منذ يعني اليوم صباحا كان هناك عبوة ناسفة استهدفت إحدى السيارات في حي الثورة في إدلب، ليتبين بعضها أنها كانت للدكتور أنس عيروض عميد كلية الشريعة والحقوق في إدلب. أصيب وقتل سائق السيارة نتيجة هذا الانفجار. كان هناك ايضا 3 اصابات. هل هنالك جهه تبنت هذا الانفجار ابراهيم؟ بالنسبه للدكتور انس عيروت لم يتبنى حتى هذه اللحظه اي مصدر رسمي، لكن هناك 3 اصابات من جيش العزي، وهناك ايضا مقتل 2 من جيش العزي تبنتهما تنظيم الدوله الاسلاميه، كان قد اعلن منذ قليل عبر وكاله اعماق عن تبنيه لهذه العملية. طبعا هناك اغتيال هذا العنصرين من جيش العزيز كان على طريق معرض مصريين حزينه بريف إدلب الشمالي. طيب كيف ينظر الأهالي إلى في ريف إدلب طبعا إلى تردي الأوضاع الأمنية عموما؟ عمار، هناك تخوف يعني بشكل كبير وارتباك بين المدنيين نتيجة هذه الاغتيالات والتفجيرات يعني التي تطال العسكريين وتطال المدنيين، حتى يعني لا يكاد يمر يوم إلا وهناك اغتيالات أو تفجير لعبوات. يعني الأمر هذا دفع الكثير من الأهالي للمطالبة بحواجز أمنية داخل الأحياء السكنية. حتى هناك اليوم عمار بعض البلدات أعلنت عن تشكيل قوة أمنية لحماية الأحياء السكنية في البلدات. أكبر مثال على ذلك هي بلدة كفرومة في ريف إدلب الجنوبي، كانت قد أعلنت أمس عن إنشاء قوة تنفيذية لحماية البلدة من هذا الانفلات الأمني. من ريف إدلب مراسلنا إبراهيم سويد، شكرا جزيلا لك.